الخبر الأول معانا النهاردة خبر من جريدة الجمهورية أونلاين بعنوان شبكة إعلام المرأة العربية تقيم حفل تأبين لوكيلة وزارة الصحة الثقافة اليمنية ماما نجية. ماما نجية هي وكيلة وزارة الثقافة اليمنية دكتورة نجيبة حداد، أو اتشهرت بماما نجيبة. هي الشخصية الغائبة الحاضرة، كانت تعمل وكيلة وزارة الثقافة في دولة اليمن ورائدة الثقافة والعلم وأدب الأطفال. كانت بتشغل أيضا منصب مستشارة لرئيس شبكة إعلام المرأة العربية. نسأل الله الصبر والسلوان للفقيدة وأسرتها ومحبيها. الحقيقة هو لمسة وفاء وتقدير من شبكة إعلام المرأة العربية ورئيسها الكاتب الصحفي الكبير دكتور معتز صلاح الدين. حضر حفل التأبين القيادات، كثير من القيادات اليمنية وأسرتها، طبعا أسرة الفقيدة، وعدد كبير من الإعلاميين والمثقفين المصريين ومن رجال المجتمع المصري. نروح نشوف جانب من هذه الفعالية فيديو دلوقتي. فعلا سند حقيقي، سند انساني، سند اخلاقي، سند صعب ان انا اوصفه. يمكن احيانا كلمات اللغه العربيه بتقف عاجزه عن وصف مشاعري شخصيا ومشاعر، يعني بتكلم بنيابه عن جميع قيادات الشبكه. الحقيقه مصابنا كبير جدا ومصابنا جلل، ندعو الله ان يتغمد